بيكم. هنحضر في فيديو النهاردة فتة السجق. هنعمل فتة السجق بطريقة مختلفة جدا وحلوة جدا، استحالة تلاقوا مطعم يعملها حلو كده. هنعمل الرز مع بعض، هنعمل العيش، واقول لك ازاي تعملي عيش مقرمش جدا وحلو، ازاي تعملي خلطة سجق حلوة جدا، وازاي تعملي تومية مظبوطة زي السوريين واحسن كمان عشان تعملي فتة ملهاش حل. كملي الفيديو ده مع الحد الاخر. انا بسمة الفيومي، لو اول مره تشوفوني اعملوا سبسكرايب او اشتراك وفعلوا علامه الجرس لو حابين يوصلكم اشعار بكل فيديوهاتي الجديده، وما تنسوش لايك وشير للوصفه لو عجبتكم. ويلا بينا نبدا وصفتنا. اول حاجه هنعمل مع بعض الرز. هنحتاج 2 كوبايه من الرز البسمتي. لو الرز البسمتي انت واثقه من مصدره مش محتاجه تنقعيه تماما، هتغسليه كويس جدا لحد ميته ما تبقى بيضه كده وتصفيه كويس جدا. هنحتاج كمان معلقه صغيره، 2 معلقه صغيره من الزبده ومعلقه صغيره من الزيت. التوابل بتاعتي هنحتاج معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره بودره ثوم، معلقه صغيره بودره بصل، معلقه صغيره فلفل اسود، وربع معلقه صغيره او نص معلقه صغيره من الحبهان، ومكعب من المرقه. وسر الرز البسمتي عشان يطلع حلو جدا معاكي زي بتاع المطاعم، حطي ربع معلقه صغيره من السكر. السكر ده سر في كذا وصفه، هو سر الصراحه بيغير طعم الوصفه تماما. صدقوني جربوا الرز البسمتي بنص معلقه من السكر هيفرق معاكم جدا. هناخد حلة على النار، هنحط الزبدة وهنحط الزيت وهنزل بالتوابل بتاعتي، ولازم احمر التوابل تحميرة خفيفة كده عشان نكهتها هتبقى قوية جدا. وبعدين هنزل بالرز، السكر ده سر بستخدمه في كذا وصفة، بستخدمه مع اللحمة، بستخدمه مع حاجات كتير بيغير طعم الوصفة تماما. يعني اي لحمه انا بعملها في حياتي لازم احط معاها نص معلقه صغيره، ربع معلقه صغيره من السكر، هتسرع معاكي السوا، هتخليها حلو جدا. جربوها في الرز البسمتي ومش هتندموا. بعد ما شوحت الرز بتاعي نزلت عليه بميه تكون بتغلي، وهغطي عليه واسيبه لحد ما يتشرب تماما. بس الرز شرب الميه بتاعته، وبصوا مفرفر جدا وجميل وريحته تجنن. في ناس مشكلتها في الرز البسمتي ان هو ما بيبقاش ليه طعم، لا صدقوني جربوه بالطريقه دي وهيبقى ليه طعم حلو جدا جدا. تاني حاجه بقى هنعملها مع بعض، هنعمل السجق. للسجق هنحتاج نص كيلو من السجق الشرقي، عشان السجق تعرفي تقطعيه ويطلع معاكي متساوي وما يتهريش، جمدي السجق شويه وقطعيه. هنحتاج كمان نص بصله متقطعه شرايح رفيعه، وفلفل رومي متقطع شرايح رفيعه، ولو عندك فلفل الوان كمان تقدري تستخدميه في الوصفه دي. معلقة صغيرة من الثوم المفروم، معلقة صغيرة من الزيت، والتوابل بتاعتي معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة بودرة ثوم، معلقة صغيرة بودرة بصل، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من البهارات والفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة من الحبهان. يا جماعة أنا بحط الحبهان في كل حاجة، يعني لو هو مش عاجبكم ما تحطهوش، أنا بحطه في كل الوصفات تقريبا. في طاسة على النار حطيت الزيت بتاعي وهنزل بالسجق، مش هقلب لحد ما يبتدي ياخد لون، ابتدى ياخد تشويحة خفيفة كده. هنزل بقى بالبصل وبالفلفل بتاعي، وزي ما قلت لكم لو حابين تستخدموا فلفل الوان في الوصفة دي هيبقى حلو جدا، والبصل الاحمر كمان هو احلى في الوصفة دي من البصل الابيض بكتير، بس يعني البصل الابيض مش هيقول لا، يعني هيتعمل برضو، يعني لو مفيش بصل احمر تقدري تستخدمي الابيض. بعد ما شوحتهم شوية هضيف الثوم وهقلب برضو ياخد تشويحة كده، وبعدين هضيف التوابل بتاعتي. انا ما بفضلش خالص في لما اجي اعمل فتة سجق ان انا احط فيها طماطم خالص، لا هي كده حلوة جدا، وصراحة الطماطم ما بتلقش مع التومية، واحنا هنعمل تومية بس. وده السجق بتاعي حلو جدا، اصلا سجق لوحده كده يتاكل يعني من غير اي حاجة، يتحط في السندوتش ويتاكل، حلو جدا وسريع جدا. للعيش بقى هنجيب العيش الشامي العادي جدا اهو، وهنعمل ايه؟ هنقطعه على شكل مكعبات. هقطع كده الاول بالطول، وبعدين هحطهم فوق بعض واقطعهم. احنا عملنا قبل كده فتة الشاورما بتاعت الفراخ، هسيب لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو الطريقه بتاعتها. بس كده بعد ما قطعناها مكعبات هننزل بيه في زيت يكون سخن جدا جدا، لازم الزيت يكون سخن وما ينفعش خالص تسيبه تمشي، لا هنفضل نقلب فيه لانه بياخد لون بسرعه جدا. بصوا طول الوقت انا بقلب فيه، او بصي اول ما يبتدي ياخد لون كده هتلاقوا على طول، حتى لو انا بشوف انا بقلب طول الوقت هتلاقوا في حته اتخدت لون وحتت لا، بس اللون ده حلو جدا، خلي بالكوا هو بيهمق شويه لما بيطلع من الزيت. بعد ما طلع بصوا حلو جدا، مش قادره اقول لكم صوت القرمشه فظيع. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هرش عليه رشه من الملح، وبكده العيش بتاعي بقى جاهز وتمام جدا جدا.
العيش ده على طول بعمله بكميه كبيره لانه بيخلص تقريبا نصه قبل ما بخلص الاكل. تعالوا بقى نعمل التوميه زي السوريين بالظبط. توميه حلوه جدا جدا. هنحتاج كوبايه من النشا عليها كوبايتين من الميه، وهقلب فيهم لحد ما تبقى عندي مش مهلبيه، لا انا عايزه مهلبيه مكلكعه، يعني عارفين لما نبوظ المهلبيه بالمنظر ده بالظبط، عايزاها تبقى كتل كده. هاخدها هحطها في الكبه او في الخلاط، هحط معاها 3 فصوص ثوم، ربع كوبايه من الخل الابيض، هنحط كمان نص كوبايه او نص كوبايه وازيد شويه من الزيت. الزيت هو اللي بيديها اللمعه وبيديها بيخليها تفضل فتره كبيره محافظه على قوامها. هنحط كمان نص معلقه صغيره من الملح او معلقه، وهنضيف نص كوبايه من الميه، وهضرب بقى في الكبه لحد ما كل المكونات دي تختلط مع بعض وتبقى عندي توميه كريمي جدا كده. لو انت هتعمليها في الخلاط ممكن تحطي كل المكونات وتنزلي بالزيت بالراحه كده خط رفيع لحد ما يختلط كله مع بعض، دي برده هتديكي نتيجه حلوه جدا، بس هي برده كده حلوه فظيعه، التوميه حلوه جدا. اللي هعمله بقى دلوقتي هحط عيش، كميه العيش للرز للسجق اللي انت بتستخدميها دي على حسب ذوقك انت، يعني انا واحده من الناس مثلا بحب العيش اكتر، فيعني زي ما انتوا عايزين. حطيت العيش، حطيت الرز بتاعي، وبعدين هحط السجق وهحط التوميه. خلي على طول التوميه بزياده، او خلي على طول في طبق توميه كده زياده جنب الاكل، لان احنا مش مستخدمين اي حاجه تطري كل المكونات دي غير التوميه. لو حابه انك تعملي لها طش التوم زي اللي بنعملها للفته بتاعتنا اللي هي توم متشوح وعليه خل، برضو بتبقى حلوه. انا بعملها في فته الفراخ، بس الصراحه فته السجق هو سجق اصلا نكهته قويه جدا، فهو مش محتاج يتعمل اكتر من كده. الوصفه دي حلوه جدا، الفته دي لازم تجربوها، طعمها حلو جدا، طعمها مختلف. قرمشه العيش مع السجق مع الرز كده تركيبه حلوه جدا جدا. انا ما اعرفش الصراحه بيقدموا الفته دي في المطاعم السوري ولا لا، بس انا مش بحس خالص انها سوري صرف، يعني بحس انها واخده حته كده مصري مننا بتاعت عربيات السجق بتاعتنا، الكبده والسجق بتاعتنا على حاجه سوري، فحاسه ان هما تركيبه حلوه جدا. انا بعمل الفته دي من زمان، يعني من زمان جدا، من تقريبا من اول ما السوريين جم كده وعرفنا الشاورما الفته السوري بتاعتهم اللي تجنن دي، وانا بعملها على طول بالسجق الشرقي. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، اتمنى تجربوها. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب او اشتراك وتفعلوا علامه الجرس عشان نستمر في الفيديوهات، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات جديده، وباي باي.